هل فكرتم يوماً كيف تصنع أعواد البخور هذه؟ هنا في قرى مقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين، الآلاف من العمال في المنطقة الجبلية توارثوا هذه الحرفة من آبائهم وأجدادهم على مدار قرون. 300 مصنع وشركة عائلية أنشئت في هذه المنطقة منذ القدم، توظف نحو 30,000 شخص، ينتجون البخور ويصدرونه لمعظم دول العالم. هونغ تشونغسن صاحب شركة محلية لصناعة البخور، ينتج مصنعه نحو 10 ملايين عود من البخور كل يوم، وتضاعف إنتاجه 4 مرات خلال 15 عاماً فقط. عيدان رفيعة من الخيزران يغمسها العمال في مزيج من الأعشاب والمساحيق المعطرة، وتمر العملية بنحو 18 مرحلة وتنتهي بتجفيفها في الشمس ومن ثم تعبئتها وتصديرها. لكن معظم العائلات هنا تحتفظ لنفسها بالأسرار الدقيقة لهذه الحرفة، وتعتبر هذه الصناعة تقليداً لأهداف دينية وللحفاظ على موروثات وتراث الأجداد.